يفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يكن في خروج الحسين مصلحة أبدا، ولم يكن في خروج الحسين مصلحة أبدا، ولو أنه لم يخرج لكان خيرا له. فيزيد رحمه الله، وهذا من رواية أمير المؤمنين يزيد بن معاوية رضي الله عنه. فالرجل كان صالحا، وكان أمينا، وكان تقيا، وكان ورعا، وكان ملازما مواظبا على الصلاة، سائلا عن الفقه، متحريا للخير، ملازما للسنة. والحق عباد الله أن يزيد مشهود له بدخول الجنة. طبعا يزيد لم يكن قاهرا ولا مزورا، معلش، يعني يزيد بن معاوية رجل صالح، ليس رجلا فاسدا. وبالتالي خروج الحسين رضي الله عنه باعتباره إماما آخر في وجود خليفة للمسلمين، هذا خروج محرم، هذا خروج محرم. أنا أكفر بالحسين المظلوم، أنا أكفر بالحسين المظلوم، أكفر بالحسين المظلوم. مسألة الخروج على الحكام، لأن هذا الأمر فيه من المفاسد ما فيه، يعني فيه مفاسد عظيمة جدا ونكالها عظيم. من أول خروج حدث وخروج الحسين ابن علي عليه رحمة الله إلى ما شاء الله. بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية، فالقاه معاوية وبي ابنه القاه معاوية قادحون في غير محله، ظالم أنفسهم، يزيد ابنه يزيد أمير المؤمنين، فالقدح فيه وأخذ آراء الأعداء والخصوم فيه هذا من الجهل.